المنتخب اخويا كان عيان مسالين لا ديفونس ولا دفاع ولا عنده حد لعب هذاك نصيري والو مشلل ومدخل لنا شي لعابه ماشي هما هادو واللي خارج على المنتخب هو حجي والمدرب مسالي خاصنا مدرب بحال الزاكي. الرساله كنبلغ للجامعه يبدلوا علينا المدرب وحجي يفرق على المنتخب راهم اللي خارجين على المنتخب. عليكم السلام ورحمه الله. تفرش ماتش اخويا المغرب ومصر يعني المدرب كان اليوم كان ناقص هذاك حجي خاصو يمشي بحال هذا اول حاجه. ثاني حاجه يعني علاش ما يدخلش اللعابه كانوا مريحين فهمتوني اللعابه كانوا مريحين كوش معنا 11 من عين دياب كون وراونا كره كديره هذه اول ثاني حاجه ما عندناش كان فرح واحد شويه وكيبكي ولا شويه يعني في الغادي هادشي كوش معنا 11 من عين دياب الناس كون وراونا كره كديره. الرساله ما عندنا لا جامعه لا حتى شي حاجه عندناش خرج العينين والظلم يعني حنا بغينا الكره والناس مسؤولين بغينا الناس الكره راه كاينين شي لعابه باقي مريحين مخبيين ما كيبانوش خاصهم حتى هما يبانوا. تفرجنا اخويا في الماتش خويا المرضى خويا ما كاين لا تكتيك ما كاين لا كره ما كاين لا مدرب لا والو شخصيه في التيران لا والو واش لاعب مدرب اصاحبي الفرقه رابحه بواحد زيرو وما كي ما فهمتش اللعابه خاصهم يشوف الميليوتينا كيبان لي خاوي ميليوتينا الاخرين تكرفصوا علينا في ميليوتينا وبنادم ما عرفش يشد كره صاحبي في ميليو صاحبي باش تخرج لعاب ديال ميليو باش تخرج لعاب ديال ميليو مزيان ودخل واحد مزيان ما خرج شي بوفال احسن لعاب في الماتش صاحبي بوفال هو عندنا المنتخب كامل راه فيهش لعابه راه كاين بوفال وحكيمي راه الفرقه راه المنتخب كله ما كاين والو مدرب ناقص بزاف ضعيف. الرساله ديالي هو المدرب يجيبوا مدرب مزيان. واش مدرب اللي كيضار مع اللعابه كيضار مع زياش كيلعب في تشيلسي كيضار مع المزراوي كيضار مع اللعابه راه حشومة الدار مع هادو هادوك راه لعابه كبار هادو انت خاصك تقرب خاصك تجمع ما خاصكش تفرق. حنا راه هذاك راه مغربي هذاك راه زياش راه لاعب مغربي مزراوي لاعب مغربي واللعابه كاملين مغاربه ولكن راه ضعيف تكتيكيا راه ما ضعيف بزاف راه حشومة صاحبي. حنا لعبنا كوره ماشي ما لعبناش كوره ولكن صاحبي راه ضعيف مدرب ضعيف. تفرجنا في الماتش اخويا كي جاني ما اللعابه ديالنا ما والو زيرو واش المدرب بايع الماتش ولا الله اعلم ما فهمتش. المهم المصريين كانوا في المستوى اما المغاربه كانوا لاعبين اللعب ديال البقر. الرساله ديالي اخويا امي قلبوا لنا على شي فريق ديال بصح اللي يكون من ولاد الشعب وكذا واللي عنده الغيره على الوطن وعلى هذه الرساله ديالي انا. فرجنا في الماتش ما ماتش ما حتى شي حاجه اخويا الماتش ما عجبنا ما حتى حاجه راه ما لا لعابه لا مدرب لا والو راه دار شي تغييرات ما خصهمش يداروا ديك التشابو فما خصني يخرج من مع خصني نبقى مع الدراري اللاعب ولكن نتمنى تبدل وتبدل المجموعه كامله ان شاء الله يكون خير مع الوقت ان شاء الله. راه بعد راه قمرت عليهم انا راه قمرت مشات لي 1000 درهم عاطي مخزن.